السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل على الأدنس الموجودة في الريفت، إزاي بسطبها وبعرفها البرنامج إزاي؟ طيب، هو في موقع موجود تبع أوتوديسك، تمام، ده اللي هتلاقي فيه أغلب الأدنس. خلينا ندخل عليه، تمام، abbs.autodesk.com، تمام. طيب، لو جيت هنا قلت له أنا عايز الريفت، تمام، هتقول له سيرش، هيبدأ يجيبهم لك كلهم. تقدر تقول له انا عايز الحاجات الفري او عايز حاجات السبسكرايب لو انت مشترك دافع فلوس يعني، تمام، او ممكن تقول الفري هتلاقي كتير، او ممكن تقول له ترايل او بيد لو انت معاك فلوس وعايز تبعزقها. الفيرجن اللي عندك ممكن تقول له انا عايز الحاجات اللي بشهر 2018، فبتعمل فلتره للحاجات اللي انت عايزها، وتبدا بقى تشوف ايه افضل حاجه. وطبعا بتشوف التقييم، ممكن تقول له بيست ريتنج، تشوف الريتنج، بس للاسف عدد الناس اللي بتعمل ريتنج قليله، فمش هتديك قيمة حلوة. لو آلاف الناس بتعمل ريتنج ده هيبقى ليه قيمة، تمام. طيب، ممكن حل آخر إن أنت تفتح الريفت، تمام. لو أنت فتحت الريفت، أول حاجة أول شيء هتظهر لك، نقدر نشغل هنا من يوزر انترفيس اللي هي الشاشة دي، تمام. تقدر تدخل هنا على توديسك أبس ستور، يفتح لك نفس الحاجة، تقدر تدور على الحاجة. انت مجرد ما بتسطبها يعني حملتها، هتقول له مثلا اخترنا الأداة ديت، هتلاقي عندك داونلود، هتقول له داونلود وتحملها، تمام، وتشغلها. أول ما بتعملها سيت اب هي اوتوماتيك بتظهر في الريفت، يعني أول ما تقول له انستول خلاص هي بتظهر انستول ناو، هي اوتوماتيك هتظهر معاك في قلب الريفت وتقدر تشتغل بيها بعد كده. بس تنبيه، ما تسطبش كل حاجه تلاقيها حاجه حلوه هتروح تسطبها. لو الاداه ما استخدمهاش شيلها، لان ده بيسبب حمل على البرنامج. يعني البرنامج كل ما بيشتغل بيبقى معاه دوت، كل ما بيفتح البرنامج بيحمل الاداه ديت، فده بيخلي الجهاز معاك يبقى بطيء، وفي الاخر تقول الجهاز مش سريع وفي مشاكل وعمر بيضحك علينا الحاجات ديت. لا، انت مثلا بقالك فتره ما استخدمتش الاداه دي، خش اد ريموف وشيلها. الأداة دي بقالك فترة مش شغالهاش، خلاص الحاجة اللي أنت بتشتغلها سيبها، تمام. يعني لو في حاجة بتديك قوة للبرنامج أو بتدي أداء أحسن للبرنامج، سطبها بس.